النهارده بنشوف هذا التطوير اللي بيحصل لمسار العائله المقدسه. طبعا مصر بتتميز بالسياحه في مجالات كثيره جدا، سواء سياحه الاثار، السياحه الشاطئيه، ايضا السياحه العلاجيه والسياحه الدينيه. طبعا من سنين طويله كان هناك اهتمام ومطالب بتطوير مسار العائله المقدسه. لما نتكلم عن مسار في 25 محطه، 25 محطه تقريبا على مسافة بتصل إلى 3500 كيلومتر. احنا هنا بنتكلم على مسار مهم جدا بيبدأ من سيناء وصولا لأسيوط وحتى المطرية. النهاردة بنشوف هذا التطوير اللي حصل في منطقة المطرية وتحديدا شجرة السيدة العذراء مريم. هذه الشجرة اللي تم التطوير في هذه المنطقة وأيضا محيط هذه المنطقة لإحياء مسار العائلة المقدسة. هذا الأمر مهم جدا، كان في ناس كتيرة بتهتم بيه خلال السنوات الماضية وبتطالب بالاهتمام بيه. احنا هنشوف بسبب هذا الاهتمام والتطوير من الدولة المصرية لهذا المسار، مسار العائلة المقدسة، هنشوف ملايين من السياح سواء السياحة الداخلية أو السياح الأجانب اللي هيجوا يزوروا هذا المسار. طبعا احنا هنشوف مقطع من فيلم أنتجته وزارة السياحة والأثار حول مسار العائلة المقدسة، ونرجع نتكلم عن هذا التطوير اللي حصل النهاردة في ترميم شجرة السيدة العذراء مريم في المطرية والمنطقة المحيطة بها. تنقلت العائلة المقدسة السيدة العذراء مريم والسيد المسيح ومعهم يوسف النجار في رحلتها على مدار 4 سنوات تقريبا بعدة مناطق في مصر، بدءا من صحراء سيناء وحتى أواسط الصعيد، هروبا من الملك هيرودوس آنذاك. ودخلوا البلاد عن طريق تل الفرمة بسيناء، ومنها إلى تل بسطة بالشرقية، ثم إلى سمنود، ثم كنيسة العذراء بسخا بكفر الشيخ، ثم وادي النطرون، ومنها إلى بلدة مسترد، حتى وصلوا إلى منطقة المطرية. استظلت العائلة المقدسة تحت شجرة جميز بالمطرية والتي تعرف إلى اليوم بشجرة العذراء مريم، فاشتهرت كمزار ديني وثقافي منذ عدة قرون لكثير من الزوار من مختلف أنحاء العالم. جذبت الشجرة اهتمام مؤرخي العصور الوسطى أمثال المقريزي والسيوطي، فقد قاموا بزيارتها، وكذلك المستشرق الإنجليزي ستانلي لين وأوجيني إمبراطورة فرنسا. في عام 1800 أثناء معركة عين شمس بين قائد الحملة الفرنسية كليبر والجيوش التركية، صعد مجموعة من الجنود الفرنسيين إلى الشجرة وقاموا بحفر أسمائهم بأسنة سيوفهم والتي ما زالت باقية على فروعها حتى الآن. يجاور شجرة السيدة العذراء بئر قديم يعتقد أن العائلة المقدسة شربت منه أثناء إقامتها بمنطقة المطرية، حيث غسلت منه السيدة العذراء ملابس السيد المسيح الطفل، ثم نثرت من مائه على الأرض فنبت في تلك البقعة نبات عطري هو البلسم. طبعا ده فيلم جميل جدا، يعني يمكن مدته 4 دقائق، احنا عرضنا منه مقطع وهو بيتعلق بمسار العائلة المقدسة من إنتاج وزارة السياحة والأثار، وهذا الاهتمام من الدولة المصرية فيما يتعلق بالمعابد والمتاحف، وأيضا بالاهتمام بكافة التفاصيل المتعلقة بالسياحة سواء الأثار
أو السياحة الشاطئية وغيرها. مصر مقبلة على أحداث مهمة جدا أيضا في مجالات السياحة، وأبرزها طبعا هذا الانتظار للعالم كله لهذا المتحف المصري الكبير.